تبقى من المباراة بنقص عددي. نقص عددي في صفوف النادي الافريقي، وهذه الركنية على يمين الحارس نور الدين الفرحاتي اللي في مكان سيف الشرفي، تتلعب مرفوع على الكرة من صابر الهمامي في القائم الثاني، وهدف الهدف الأول لسالة على المستقبل الذي بسليمان بإمضاء رامي بوشنيبة الظهير الأيمن للفريق أمامكم على الصورة في القائم الثاني، يسعد تسديد رأسية على يمين الحارس نور الدين الفرحاتي منذ الدخول إلى حد الآن، وإعادة في الأثناء للعملية. صابر الهمامي يرفع الكرة في القائم الثاني، يسدد بكل قوة رأسية والكرة على يمين الحارس نور الدين الفرحاتي، واحد بلاش رمزي لصالح مستقبل سليمان. هذه عادة للكرة الأخيرة في القائم الثاني رغم المحاولة، لكن الرقابة لم تكن جيدة على بوشنيبة، وكان الهدف الأول لمستقبل. بالعملية الأخيرة نور الدين الفرحاتي والكرة ضاعت على مستقبل سليمان، تبقى للمستقبل من جانب رشاد العرفاوي. العرفاوي مرفوع الكرة بالرأس، والهدف الثاني عزيز بوستة براسية، يمضي ثاني هدف المباراة لمستقبل سليمان في الدقيقة الخامسة من هذا الشوط الثاني لمستقبل سليمان. رشاد العرفاوي بدأ العملية القصيرة، المكير مرفوعة بالرأس، بوم في مرمى الفريق، ثاني هدف المباراة للمستقبل الذي بسليمان، وتتعقد أكثر وضعية الأسعد الدريدي والنادي الإفريقي في هذا اللقاء مع بداية الشوط الثاني. هدف ثاني لمستقبل سليمان، شوفوا كيفاش غير اتجاه الكرة عزيز بوسك.